القرآن الكريم في جاذبية عجيبة، يعني حقيقة إذا واحد يستمع إلى القرآن الكريم بتفهم، بقلب واعي، بأذن واعي، القرآن له فد واقع عجيب في القلوب، يعني يصنع عاصفة من التأثير في قلب الإنسان. إذا تحبون تعرفون تأثير القرآن راجعوا كتاب الظاهرة القرآنية، مثلا سورة يوسف، حقيقة واحد عندما يستمع إلى سورة يوسف من القرآن فتشكل يأثر في القلب. عودوا لاحظوا في كتاب الظاهرة القرآنية مسوي مقارنة بين القصة القرآنية، العرض القرآني لسورة يوسف والعرض الإنجيلي لسورة يوسف، واحد أمام الثاني. الإنجيل المحرف، واحد يشوف الفرق الهائل حقيقة في التأثير في المعاني. على كل حال هذا بحث طويل.